السجال باختصار يا إخواني، السجال باختصار تقنيات بلاغية إقناعية مش برهانية حجاجية، بس عشان تعب الناس وتقنعهم بس. لذلك المساجل ممكن يستخدم كل وسائل التخدير، ما عندوش مشكلة مادياً ورمزياً ومعنوياً كمان. صدقوني، اليابانيون حين احتلوا الصين ماذا فعلوا؟ هذا سجال كولونيالي إنجاز التعبير، أتاحوا لهم الأفيون بلا 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 ثمن، وأسعار نازلة تماماً واطئة، تغييب للعقل بالكامل. نفس الشيء فعله هتلر لما احتل بولندا، أتاح لهم الفودكا بأسعار رمزية لكي ينام الشعب. دول عربية الآن أقول لكم، أكثر من دولة عربية أنا صدمت حين سمعت هذا، تتاح فيها الريسيفرات، هذا المستقبل، الريسيفرز، الريسيفر هذا، الريسيفر المفتوح على 200 و300 كارتة، معظمها من القنوات البذيئة الخليعة، أحسن نسميها القذرة، أصلا البورن معناها قذارة، القنوات القذرة مجانا. من يصدق هذا؟ أنت هنا في أوروبا في أمريكا لكي تحصل هذا، كل كارتة لها ثمن سنوي 200 يورو 300 يورو 400 دولار عشان قنوات وسخة. في العالم العربي، دول عربية، انتبهوا، هذا الرسيفر مفتوح على 300 كارتة 200 كارتة كذا ببلاش، تقريبا 30 يورو 30 دولار. كيف يا أخي؟ مين وراء الكلام هذا؟ عشان تفهموا مش بصير فينا، ماذا يراد لهذه الأمة؟ تحطيم من جميع النواحي، أقسم بالله هناك نية لتحطيم هذه الأمة، تحطيم أخلاقها وتحطيم دينها وتحطيم وحدتها، تحطيم ما بقي منها حتى النهاية، تصبح تراباً هكذا يمسح به الأرض يا إخواني، غبار بشري. نفس الشيء هتلر كما قلنا، أتاح الفودكا، شادو الحاكم بأمره في كوبا قبل الشيوعية، الحاكم بأمره هذا كان مدلياً شادو هذا. تعرفون ماذا كان يفعل هذا؟ كلما قدمت له أجهزة الأمن والاستخبارات تقريراً بأن الناس على وشك أن ينفجروا، هناك احتمال أن ينتفض الجمهور أو الجماهير، ماذا يفعل؟ مباشرة تنزل إعلانات عن أفلام خلاعة بأسعار رمزية في السينما، وبالفعل كل مرة تنجح هذه التقنية، ينفضوا الناس. تخدير. تيتو ماذا قال للشعب اليوغوسلافي السابق؟ قال لهم اتركوا لي السياسة ولكم الخمر والنساء، وفعلا هكذا عاشوا. أنا عشت في يوغوسلافيا، عشت في أوروبا الغربية، مستحيل، ما في قياس، وسل أبو الريحان، ما في قياس بالنسبة السكر والعهر هناك وهنا، شيء مخيف، هذه مرعب، خاصة السكر هذا شيء مرعب. قالوا اتركوا لي السياسة لكم الخمر والنساء. تغييب العقول يا إخواني، تغييب، ماريجوانا، دراجز، مخدرات، طبعا في مخدرات العصبية عاد، مخدرات الطائفة، مخدرات المذهب، مخدرات الأيديولوجيا، هذه مخدرات أكثر فتكاً والعياذ بالله. كما قلت لكم، أنتم صفة الله المختارة، انتهلك هذه العصابة. سمعنا نحن في سجالات سياسية أيضاً، سجالات سياسية كلها لهدف سياسي انتخابي، انتهلك هذه العصابة لن تعبد بعد نعم والله، وين أنت محمد وهذول أتباعك يا حبيبي، وأنت في بدر الفرقان، إيش الكذب هذا؟ انت حتى تحزب، حتى الجماعة جاي هي تخوض معك الانتخابات في بلد عربي، بلد من 22 بلد من العالم، من 1.5 مليون مسلم، تقول لي اذا احنا بنفشل ونهلك لن تعبد بعد اليوم؟ تضحك على من يا رجل؟ ما هذا العتب؟ والناس تسكت عادي وتبكي، يتأثرون لانه ان يهلك ويذهب الاسلام، يخرب بيت العقلية هذه، شيء مش معقول يا اخواني، والله العظيم نحن نعيش بهذه العقلية، نعيش في هذا العالم، مش معقول اخواني واخواتي. هذه كلها مخدرات تخدر بها الجماهير، يخدر بها الجمهور، ويخدر بها الفرد، وكما قلنا وتحت طائلة العقاب والإقصاء والإحراج وكذا، في إذا لم تفعل هناك أشكال من الضغط، البريس بريشر تمارسه الجماعة عليك، تمارسه الجماعة عليك. طبعا نحن حتى لا نتفطن إلى أننا جماعات محبطة يا أخواني، إحنا شعوب محبطة، واضح أننا يعني مستحيل أننا نعيش كما ينبغي أن نعيش، على الأقل ينبغي أن نعيش كما يعيش هؤلاء الناس هنا في الغرب، في حرية، في رفاه اقتصادي، في احترام إلنا، في كذا، فيش ترويع من أجهزة الشرطة، أجهزة الاستخبارات، وترويع ديني، وترويع حزبي وطائفي، و50,000 نوع من الترويع ما في. لكن أنا أقول لكم، هناك في المجتمعات تلك الفرد يجد نفسه مشدوداً أكثر إلى أن يندك اندكاكاً في الجماعة، بل يتماهى، هويته تساوي دائماً هوية الجماعة، يتماهى مع جماعته. تعرفون لماذا؟ لأسباب كثيرة، بعضها تربوي،
لأننا هناك أيضاً ننشأ في مجتمعات منذ نعومة الأظفار تفهمنا أن كل ما حولنا عدو لنا إلا نحن جماعتك، بس كل شيء عدو لك. العالم الخارجي كله عدو لك بلا شك. هناك الجن والعفاريت، وهناك السحر، وهناك العين والعمليات، كل هذا بتربص بيك في الليل وفي النهار. فالفرد المسكين يشعر بالانسحاق، بالضعف، يحتاج إلى قوة. يكبر هذا الفرد أو يكبر في الحقيقة يشعر إيه بالعار بالحياة، أنه يخاف من جن وعفريت أو برج المسلوخة والكلام الفارغ والغيلان والكلام الفارغ كل هذا، لكن الخوف موجود في داخله، يخاف فعلا. هو يخاف المسكين، يخاف مسكون بالعفاريت، ماذا يفعل؟ يخشى، يبدأ يخرج هذه الأشياء على عدو. لابد أن يكون أمامه عدو آخر، هو يكون العفريت والغول وأبو مسلوخة والجن والمارد، ويبدأ يتسلط عليه إيه؟ بالمعاداة وأساليب الإفناء والمحو والإقصاء. المجتمعات كما قلت لكم تمارس الإسقاط، بروجكشن.